انت تاني اروحي شاركي اطباق منطقتك مع بنات بلادك عبر الفيسبوك. على بشكري شاف، انت يا الشاف. لكل مشاكل تأخر الحمل، فيتوماكس مكمل غذائي 100% طبيعي، متوفر فقط في الصيدليات. فيتوماكس نتائج أبحاث وخبرة أوروبية، متكون من نباتات طبية معروفة علميا بقوة فعاليتها لزيادة الخصوبة عند النساء والرجال، وهذا لمضاعفة حظوظ الحمل والإنجاب. صحة يا فيتوماكس. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كومدور. الكوسكوس كان اللي يقول لك غير تاع العجوز، كما يقدر يقول لك نحب الجديد بالدقلة والجوز. على كل حال ومهما كان، عجين اكسترا بنان هذا مكان، عجائن إكسترا بنان هذا مكان. خلال شهر رمضان 2019، إكسترا عجائن بن حمادي، عند شراء كسكس 1 كيلوغرام متوسط نتضامن بواحد دينار للجمعيات الخيرية. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا عجائن بن حمادي. زيت إكسترا. فاتوا الايام حين كبار، الركدي هانية يا اما، وليدك ولد حلال وصبار. من اللي رحت يا اما، فاتوا الايام حين كبار، الركدي هانية يا اما، وليدك ولد حلال وصبار. ما تخافيش عليا يا اما، يبقى راسي مرفوع مهما صار، وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خطي صغار. ما تخافيش عليا يا اما، يبقى راسي مرفوع مهما صار، وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خطي صغار. في دار وحدنا متنا، أنا وخوتي عايشين فيها، وكي رحتي شحال تعذبنا يما، وكل راح يما في جهة. الناس تلغوني باللي تين، عايش مقهور بهذه الكلمة. من اللي رحت يا اما، فاتوا الايام حين كبار، الركدي هانية يا اما، وليدك ولد حلال وصبار.
انت تاني اروحي شاركي اطباق منطقتك مع بنات بلادك عبر الفيسبوك. مع لاباشكي الشاف، انت يا الشاف. لكل مشاكل تأخر الحمل، فيتوماكس مكمل غذائي 100% طبيعي، متوفر فقط في الصيدليات. فيتوماكس نتائج أبحاث وخبرة أوروبية، متكون من نباتات طبية معروفة علميا بقوة فعاليتها لزيادة الخصوبة عند النساء والرجال، وهذا لمضاعفة حظوظ الحمل والإنجاب. صحة يا فيتوماكس. واه الوقت فات يجري، تقول صارت البارح. مرحبا وسالي، انت اختي دليله، ربي يعوضك. اللهم امين. خالتي زوري على بالي نمشي وقت هاد الهضره، بصح انا زينو قالي بلي راه غادي للجزائر. انا قلت قبل ما تروح نكملوا على هضرتنا. واش من الهضره؟ على زينو وليلى. حنا الشرط تاعكم تاع الحانوت رانا لقيناه وراه واجد، خاصنا غير ليلى تروح معنا باش تشوفه. وانا فرايي قبل ما تروح للجزائر نديروا الفاتحه والعرس يتفاهموا بيناتهم، راهم صغار ومن حقهم يفرحوا. والله ما على بالي شان نقول، انا تبالي الهضره هذه مازال شويه عليها الوقت. لا انا سمعت هضرتكم، نتوما مديتوا رايكم وانا تاني لازم نمد رايي. واه ليلى، حنا رانا هنا باش نسمعوا رايك. ما رانيش قابله. شو ولا واه كيما سمعت، انتو زينو يعطيكم الصحه وقفتوا معنا بزاف، وانا دايرتكم كي خوتي. شو ولا شك تهضري؟ اسكت زينو، اسكت. بصح انا ماشي هاد الهضره اللي تفهمنا عليها مع امك. انا اللي غادي نزوج ولا هي؟ انا زينو عمري ما بروميت لها حاجه، وديجا هو كل خطره يجبد لي على هاد السوجي ما نبغيش. سقسي ناس الحومه، هما راهم كاع شاهدين. راك باغي تهبليني؟ باغي تقولي بلي انا مهبول؟ محشم صح، جبت هاد الهضره من راسي. محشم محشم زينو، محشم محشم محشم. خالتي زليخه، مشي جينا عندك وريدا كان هنا الله يرحمه كان شاهد، وقلتونا بلي الشرط تاعها حنت، قلنا لكم رانا قابلين. هضري معاه، جاوبيه، راكي ساكته، جاوبيه. واه قلت لك على الحانوت، بصح قلت لك نخمم، ما قلتش نتزوجوا. ويو كي راهي تكذب، انا راكي تكذب. محشم 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 محشم. زين خلاص خلاص، معليش راكي صغيره بصح تنتبع على هاد الهضره. اي خينا نروح. وين نروحوا هين؟ شابين ندير به انا الحانوت دروك؟ شابين ندير به؟ انا ما هضرتهاش في الاول. علاش؟ ها؟ انا ما هضرتهاش في الاول. احشم احشم احشم. في خالتي زولي، خالتي قدرك عالي عندي. صح ماشي هاد الهضره اللي تفهمنا عليها. سامحوني ما فهمنا ما والو، خوك كان داير صوالح في راسه. اي نقسم لك بالله ما نعاود لك التربيه. محشم محشم شاكعين، ما عمرني عليك شعين ولا كيفاه؟ لا صعيب زليله، انت مربي عليك ومربي على خوك. انت راكي تهضري في هاد الهضره دروك. خلاص حبسي، ماكش تشوفي اش راه يقول؟ ودي اختك ماكش تشوفي اش قالت له؟ اش قالت له؟ زيد روحك انت اش درت؟ وانا اش درت لك؟ اش درت؟ راك عارف غايه اش راني نهضر، راك عارف غايه اش درت، عمالي دروك انت خوك برا علينا. خلاص علاش نقسم لك بالله ماني متحرك منا حتى نفهم شاصرة، وشكون اللي بدلها ليا؟ شعرك باغي تزيد تفهم اكثر من هاك؟ شاه قالت لك ما نتزوجكش بس سيف صايي برا علينا. هيا نوض زينو، نوض قالت لك برا ما تفهمش. هيا خلينا نروح. خلاص خلاص، واش درنا معاكم؟ احشم احشم، سيدو الخير احشم، برا سيدو الخير. يا برا ما تفهمش كلمة برا؟ دي خوك ولا علينا خيالك، ما زيدش نشوفها هنايا. اقسم احشم خلاص احشم، طلع ليا من احشم. صحنا في دارهم، انت ماراكش فاهمني. ليلى دلي هكا دلي هكا، خليني نخرج زعافي. ادخل 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 بهذا الثاني قدام جواري، ادخل بغيت تطرطق انا. صح اسكت، ادخل ادخل خلينا نهضروا داخل. ادخل الحانوت اللي رحنا فيه دراهم، شنو نديروا بهم دروك؟ هذه بحر عليه الحانوت. ادخل ادخل مالك، ادخل ما ندخلش. ادخل ادخل قاعد ادخل. صح ادخل ادخل. هذوك خليني نهضر معاهم، خليتني نوري لهم شكون هو زينو. عاودي صايدي جنب بهدلتك في دار الناس مالك؟ واش تشكي كتهدر؟ تهدر معايا هكا؟ حقروني. صح صايدي دوش وكالمي روحك. لا لو كان شي تعرف هي ما تهدرش هكا، قلبوا لها مخها، انا راسي راه يغلي. هاي الماء وما كاش. صايدي كالمي روحك، كاينه غير ليلة في الدنيا هذه.
شو هذا مزق؟ ليش اللي رافع راسي؟ شو هذا؟ تبردوا مش مانيش مأمن تحلم ولا الشهر؟ أخويا؟ تو اخوي مرزق تما كنت تعاوني من حقك روح جبت لي الحانوت باش نتزوج مع اللي شراني بغيها باش تفرح بيا يا طير لي قاعد الفيلم وانا بأمل كبالو ايا لا ما نأمنش بدراهمي وبيدير فيها مزيه هكا دير مرزق الاجل هادو لا 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 انت في ميزك اني هالدراهم نسيتهم على جالي واه نسيتهم على جالي نسيتهم ليا نسيتهم لي الوقت الشده تم لي خاطر انا بيبي انت تعرف صوالحي خير مني تعرف كلش ياك من انت هو السبب في كلش انت دمرت لي حياتي شو صار لي دروك بسبتك انت خاطر لو كان جو عندي هالدراهم ليله كلها قبلت بيا لا تخلط هذا في هذا تعال باب لي لما تبغيكش ولي لما بغاش تزوج بيك وما غادش تزوج بيك انا غلطت انا تسيد دراهم واحد تسيدهم بلا مشاورك عبك انا تسيد دراهم انا لباب لي هاد الدراهم غادي يفكتو بينات لباب لي كون دي تحقق وتروح تروح تخليني وحدي تسمى مين بغيتني اني كنت معاك خونتني تخون خوت مزاق خسرتني مرزا دراهم عاوني حقي ما عندي ما ندير به دير نهضر معاك شك ندير ندير في اللي كان لازم نديرو هذا شحال صاي ماك خويا ماني خوك مارك انت تشدك تقول خالد ملي تخدر بيراتي يوسف تتخدر ليوسف تا هذا يوسف منع وهر على خالد هادي ما تزيدش عليا انا ولي كنت عارف بلي هذا يوسف دونجي كاع هكذا عبك بلي جبدوا لي تصاور تاع المواهب اللي ربطني قول والله والله العظيم المسخين هادو قادرين يديروا كلش اسمع انت تعرف الحراقه شوف لي كش واحد يحرقني معاه في كاش بوط اسكت عليه بكم تعقلني انا كشفنا باش لقيناك تقولي بين حرق
ممكن نقولها أحد. خالد على بالك شكون خاوتك؟ يا ودي ربي يستر. السيد اللي عطى لخالد الدوسي خالد مدهولي بلا ما يحلو. بزية يا ودي غير اسمح لي، جيت وجبت لك لي بروبليم معايا. الله لأنني موالف المشاكل، أنا ملي زدت وأنا في المشاكل. نقولها حل. هذا يوسف الخيس هذاك كون قاعد تجيب له السلعة تاع خالد، كون تجيب له خالد مكتف ما غاديش يطلقك، ضربة تاع الكارت ميمور ما غاديش يخفرها لك. تغلق تاع اليوم قاعد جوايع على بالك؟ رواح رواح دخل رواح. مع أخوك ما تخش تخاف. هذا خالد بروبوزاني أنا وزينو باش نخدموا معاه وما بغيناش نخدم. عليها ما يلزمش عاد بلي راك عندنا. كاش واحد شافك يجي داخل؟ لا ماكش اللي شافني. ما كاش واحد تبعك ولا؟ ما كاش، قعدت ندور في وهران حتى اسوريت باللي ما كان حتى واحد مورايا باه جيت عندك. خالد عندها بزاف العينين هنايا، يعاودوا لها كاع الهضره، سيتو ذاك عليك مول القهوه، يعاود لها كلش. يثبت عندي هنايا. عندك فرشك بلاصه تاع زينو. صح. وزينو وين راه؟ راه مشنف، راه زعفان. صدق يعاود يولي نعرفه. منيفة بلا سبت ولي الروحة. هو ثاني داير كيما انت؟ كيف زعما كيما؟ اللي شويه مكريزي منرفي قلبك قاسح بصح باين ولد حلال نتاعك. هاك البلعات فيها زعما باش خليك تبات ولا؟ كاع ولاد حلال. عندكم معنا بديك تشوف القبر تاع عمنا الله يرحمها. الله يرحمها. ريح ريح. دير لك حاجه تاكلها؟ لا سي با لا بان. صباح الخير. صباح. هيا. اللي رب رايت له يدخل شوف صح. تفضل. السلام عليكم. اهلا زينو. ريح. ماذا هو زينو اللي حكيت لك عليه؟ زينو غادي من اليوم ياسين هو يكون المعلم تاعك ياه، تخدم معاه شي يقول لك دير ويسييك يومي، الى صدقت اللهم بارك، ما صدقتش راك تخدم سيكوريتي في ريستور. صح صح. علاش يسقسيك؟ روح زينو ضربك، استنى تليفون من عندي. حاب نروح نجيب الدوفيز من عند لي كوميرسون وانا عندي يومين خدمه ومع هذا السيد. واه كيفاش راك داير فيه كونفيونس كاع هكذا؟ واه كيما داير فيك كونفيونس انت، باه مبين لك بلي المشكل ماهوش في الرجال، المشكل راه فيك انت، ما تثيق في حتى واحد وتحب تخدم وحدك وتمشي وحدك. دوك نبين لك بلي ماشي صح. هذا السيد يجي معايا للدار يريح معايا في الدار ونديرو تحت عيني. مبروك عليك الصحبة جديدة سيدي. ماشي صاحبي هذا، خدام برك. شوف يا سي اسمع لي مليح، تقول هذا نعرفه مليح ولد الحومة، ومادامك معاه نتهنى عليك ما نخافش، ظهرك راه محمي، انا ماذا بيا تصاحبه تربح صاحب،
وانا نربحكم في زوج. تفهمنا؟ تفهمنا؟ صحيح. اي صح. ربي يعاونك. انا اللي مصالحي في هاد لاشوم وانت دي الصال. خذ راحتك. وش بيك؟ اسمك الحقاني ماشي ياسين ياك؟ وهذا فاش يهمك. روح ندير اتاي تشرب معايا؟ لا غير جماعة بين هضر معاك. خلي نروح ندير اتاي ونقصرو فيها. تقد جماعة بين هضر معاك. معليش راك طايط. عني ريح تهضر خويا. صح حمبوك يسموك. انت تعرف اسمي مليح زينو. بلا ما نقعدو نهضرو. انا واسمني الياس. وقبل ما يكون اسمني الياس واسمني يحيى. اخوكم صغير. انا ومرزاق طقطقنا الدنيا باش نلقاوك. ايوا انت هضر وقت تعرف كلش وهذا وين تهضر؟ يا ودي حكايه طويله خلي ندير اتاي ونقصر وخلي. اي تقد تفهمني كي درت عرفت؟ صح قول لي بعد قبل. اخوك الكبير على راك مزعف. تسمى اشكالك؟ تسمى تلاقيته؟ دوك نهار. قولي لي بنتك راهي حابه تريح في ورانا على ديما؟ على بالك وعلاش؟ علاش؟ نسيت؟ نفكرك نهار كي ضربت مع اختها لا فوا باسي شكونك كان عنده الحق؟ شاهد ولا داليا؟ مديت الحق لشاهد بياكو على بالك بلي داليا هي اللي كان عندها الحق. عبيها بنتي راحت. راحت باش تبني روحها بعرقها. الله يعاونها. بصح توت فاسون كي تعب تولي للدار البيبان راهو محلولين. محلولين بيبان. قول لي عبد القادر كي رحت فتحت لا سوسيتي تاعك في وهرن علاه جالها؟ وعلاش ما دخلتهاش في الكوميرس تاعك؟ ولا لي غون بروجي ما تقدر لهمش؟ واش دخلها في الكوميرس هي؟ ما راهي فاهمه ولا ماهيش فاهمه؟ داليا طفله رزينه قاريه عاقله ونيه وما تحوش الورث وتحب خاوتها. نسيت باللي كاع العز اللي رانا فيه باباه هو اللي دارو. ولا ماشي هو ما راناش هكذا. محمد خويا الله يرحمه بصح لو كان هنا ما يدرش النص اللي درتوه. صح هو اللي رباني هو اللي علمني الكوميرس بصح انا اللي لونسيت لونتربريز. ما تجيش توري لي انت كيفاش نتكلف بداليا. ربي راه يشوف انا ما نديرش الفرق بين ولادي. داليا ربيتها من اللي في عمرها 4 سنين الو هذا الكلام هذا ما نحبش نزيد تسمعوا كاع فهمتي؟ راك بديت تقلقني تاع الصح. شكي باغيه كل خطر نهضروا في هذا السوجي راني نقولك بلي انا هاد الصوالح تاع العشق عجدود عليا ما نعرفش نهضر فيهم. تي سي مون انيفيرسير تي با فير اون اكسبسيون جي با دووا دي مودو. وراني فاهمك صح انا داير كيما هاك بس باغي تبدليني بيت رديني كيما انت. تكون مصري ماما ميردي والله. ايوا صاي وصلنا الهضره الزايده درو دابزين على خاطر ما نقولكش ماشي غير مون بيبي ومانيش عارف شاه ما نعرفش نهضر هاد الهضره. بصح جي بوزوان دونتوندرو سا قدرك حيط راح تموت وكان تقولها لي. ما نقولهاش على خاطر صمتوها يتلاقاها اليوم غدوه يقولها مون بيبي ماشي غير وكاع. انا ليا اللي يبغي يبغي بلا زاكت بلا فعال ولا كي باغي هادو اللي يهضروا يقولوا مون بيبي كاينين بزاف. ماشي عفسه زوج نحبسوا عفسه زوج روحي عفسه. لا صح يديروها لي في الدار تحب تجي مرحبا بك سي سي تخو رومانتيك بور توا تخاف تشبه الكامل هذوك الناس ما كان لها تجي. غادي يكون نزيدو نكملو كيما هاك غادي نشعلها معاك. هاي جويز انيفيرسير. خلينا مع حكايه ليلى دركا واش نديرو؟ مالك جاب لي ضربه صحيحه شغل هضر مع مرزاق ومرزاق ما بغاش. علاه؟ على خاطر مدام صار شابة هادي
واش هو مرزاق دار عفسه ماشي تاع رجال؟ ماشي تاع رجال زيدش حكي عليها هكا فهمت؟ كي راهو غايدك علاش راك منايف وماله؟ حاجه ما تخصكش وما تدخلش روحك بيني وبيني. تبيت الارواح؟ ريح ريح نشوف فينا. مش انا في مدور راسك، انا تاني ما عبيتش بلي راك هنا، كون على بالي ما نجيش. انا تاني ماكش عارف بلي راك جاي. رب العالمين. طول حياتكم تحوسوا باش نتلاقاو، وكي نتلاقاو ديروا هكذا، تشانفين على بعضكم بعضا. انا ماني شنف ما والو. هو راه مشنف، مخشن راسه. كبر ولا ينايفني، تاش عاد ما هضرش معايا؟ تاني ما بغيتش تعرف بلي شكلتها معايا. ترجع على جالك اللي خسرت ليلى. مازال راسك خشين؟ ماما تقولي صحيت. انا اللي وريتها لك على حقيقتها، نقول لك حاجه مزيان ما خطبتهاش، كون كاع خطبتها والله كانت غادي تروح مع خالد على جال دراهم. واه واه واه. انا ابراهيم مانيش زعفان منك تا خويا. تاع الحومه مازالش نقدر ندخلها. حسيت روحي ترخصت فيها. رخص ما والو انت راجل. هذيك ليله صاي راحت تدخل. صح والله غير عندك الحق. هذا واش قلت. هذيك ليله حسابها من بعد معايا انا. بصح دروك باين خلف ضربتي. خالد يليق يخلص. راه بالعقل مع ليلى، تش بلي بنت حومه ومؤخرها سابق علينا. دروك ولات بنت حومه. هي بدلتني بدراهم نورمال. دروك لازم يكون عندي دراهم خير من خالد. وانت الا كنت خويا تاع الصح غادي توقف معايا. كيف نوقف معايا؟ كاينه افير فري شابه. مالك هضر مع زينو وتلاقيت بها هنايا. ولو كان ما نديروهاش يديرها كريم وصحابو. هذه لافير راح تسلك لي انا من يوسف وتسلك زينو. مش من افير هذي. تاع مرداسي. هذا مالك ما يحشمش. شحال خطر نهضر معاه ولا ما تهضرش مع خوتي. قلت لك شفت؟ عجل مدام تاعي قد يخسر خوته نورمال. يبدي هذه لافير فري تسلكنا من الغرقه. نديروا فيها بزاف دراهم. واش قلت؟ خدموها. هاه بالك تسكيبيني. رمضان ما بقالوش واطباق بلادي قريب يخلصوا. خفي خفي وروحي على لاباج فيسبوك تاع لافاش كيغي شيف. قلنا لافاش كيغي شيف. لكل مشاكل تأخر الحمل فيتوماكس مكمل غذائي 100% طبيعي متوفر فقط في الصيدليات. فيتوماكس نتائج أبحاث وخبرة أوروبية متكون من نباتات طبية معروفة علميا بقوة فعاليتها لزيادة الخصوبة عند النساء والرجال، وهذا لمضاعفة حظوظ الحمل والإنجاب. مبروك عليكم. الحمد لله يا ربي بصحة يا فيتوماكس. كوسكوس بالحم الناس عليه تموت، وكاين اللي يحبوا ياكلوه بالحوت. على كل حال ومهما كان، عجائن اكسترا بنان هذا ما كان. عجائن اكسترا بنان هذا ما كان. خلال شهر رمضان 2019 اكسترا عجائن بن حمادي عند شراء كسكس 1 كيلوغرام متوسط نتضامن ب1 دينار للجمعيات الخيرية. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. بابا جو بريزونت مرزاق. سلام. تشرفين. هذه اختي الصغيرة شاد. تشرفين. ما ماما. مدام. لو فيانسي تاع اختي. تشرفين خويا. وهادو ما سي لي زامي. الله يعطيك. شاد. سمحوا لي على الروطار ديزولي. بابا مرزاق عرفتو في وهران كان عندي ان انفون مالاد وهو اللي عاوني نخرج من لا زون دو دونجي. اي اون بليس هو اللي كان سلكو. اذا اليوم راهو عايش سي غراس ا لو. اون ا هيرو بارمي نو سو سوار. الحكايه ديالك لازم تكتب ولازم تعقب في التلفزيون. ميرسي بوكو. بصح الكتوبه ما يكتبوش على الزواوله ولا على الجنود، يكتبوا على السلاطين وعلى اصحاب الدراهم. واش دير في حياتك ابار سوفي لي زونفون؟ شاد نريسكي. الخدمه اللي فيها الريسك فيها الربح وما فيهاش خدمه بزاف، بس كاع الناس تبغي الحاجه سهله. الريسك كي رابورت سي بيان، بصح الريسك للريسك هبال ما فيه حتى معنى.
صح كاينه منو هيا سي بون فتحوا الشمع مال تحب الريسك ما تخممش على بني نرتاح انا الباسي نتاعي ما عنديش بزاف ملي عرفته على باليش على الناس يقعدوا عايشين في الباسي ولا يحوسوا يعرفوا واش غادي يصرا في لافنير وينساو لو بريزون انا راني عايش لو بريزون شكون كان غادي يقول باللي غادي نتلاقى عبد القادر البرداسي وندخل عندها للدار ونهضر معاه نشوف غير في التلفزيون انا ما نبغيش نهضر على لافنير على خاطر انا ما نخافش من غدوه اللي يجي مرحبا بي واش جيت دير قولي الصح جيت نحضر لانيفرسير تاع داليا هي بغاتني نحضر ما تقولش بلي انا زدت ولقيت هاد المال هذا انا تاني كبرت في حومه ورقت برا عندي حاجه نقرا الناس بالخزر الاولى وانا ساهل باش تقراني انا غادي كاع ما نعيش ما ندس عليك والو واش نقدر ندير باش نعاونك كلمه نعاونك هادي شويه تقلقني اسمح لي عبد القادر نحس روحي راني نطلب انا راني باغي نخدم بدراعي شوف الحاجه اللي تحتاجها تلقاني هنا واش تعرف دير نعرف نحفظ السر اما نديرك سكريتير ما فيهاش الريسك وجهي مشي تاع بيرويات نبغي الخدمه تاع الليل واش لازم نعرف عليك تاني عمري ما خدمت في لادروك وعمري ما نخدم فيها خطرات نشرب عندي كلمه واحده مشي زوج ما رانيش طامح في بنتك داليا عرفت الرجال منهم خويا الله يرحمه كان في حل تعلمت البيزنس معاه وتعلمت نقادر الرجال اللي قادروا روحهم واللي يحط روحه في بلاصه كبيره عليه نكرازيه كيما هاد السيجاره مرحبا بك سقسيت بلي يوسف غادي يدي مع لورو انا على حسب ما قالوا لي صحابنا معلم راه مخرج مع جماعه كبيره وهادو يتمشوا مع غير ميكون راه في الدمدومه صحيحه يوسف الا ما صرفش يكون صرف واحد 2 مليون دورو وانت راك شاري ديم الكادير وانا نلعبو دجا مرزق على باب كلشي ويوسف ما عنده ما يدير بلورو اباري مده لسيده وخالد على حساب جماعته عمره ما بدل لورو كيما هاد المره خالد راه عنده اكثر من يوسف عنده 3 مليون دورو اي مرزق هو اللي دخل الدار دونك هو يعرف الدخلات والخرجات غادي يجيب لنا المفاتيح من عند مدام تاع هيا مين يلغى لنا غادي نظلمو صحيح اذا كنا ندخلو تمتم ديريكت موراه ما خطرش ما نقدروش من بعد نعرفوهم دا سين دراهم صاير انت عامل لك كلشي هيا نلقاو من بعد واش صاحبي علاش بني كاع هنا هنا اطلق هاي صاي صاحبي شكون انت واش راك دير واش داك الطفله وراه راك طامع في دراهم باباها اسمع انا ماني طامع فيها ماني طامع في دراهم بوها انا زاولي خدام على شري اسمع هاد الحكايه ما تحكيهاليش ليا الا قضيه محيتيت ماشي مشكل باباها قال لي عطيلو هادي واش كتب لك ربي وراه شوف صنع عليك وخطيك سينو على بالك راك شفت اليوم اطلقو طيب ما تمشيني صاحبي ما تمشينيش فهمنا صاحبي روح انت وليد فاميليا راه عرفت شحال عندي وانا نستنى في هذه اللحظه كنت باغي غير نتلاقى بيك هضروا لي عليك انا عارف باللي انت كوريكت شفت الخدمه ديالك عجبتني انا انسان مستف في حياتي يوسف كان ماشي هو بدا انا ما ندناش ليه بصح انا ماشي يوسف انا لو كان نحب نحيك انت والفاميليا ديالك قبل ما تقول اه داك حبيت تلعب مع ناس كبار كي لازم تعرف لي ريسك عارف انا بالي وراني مقلق وقتها نبداو وقتها تجي السلعة الكوطة تاعك هو عندي ما حبيتش نقولها قدام يوسف يوسف راه عيان ما يقدرش يستكرف بالخدمة كيما هادي ما نعطيني شوية وقت نجيبها وفي ليلة ندير ريزو تاع ديستريبيسيون
اه ما تشوف مع رضا يقول لك وين لا لي ريزون. مش غادي يوقع لنا مشكل صغير برك. اللي هو الليكيد غادي يولي بزاف، وانا ما نقدش ندير صوارد بزاف في البنك. لقينا لها حل، دراهم يتصرفون وما يخرجوش من البلاد ليكيد. كي غادي يخرجوا؟ يخرجون بديامو. سافا انتي يا سافا شحال تبان لي بيزار كي راك عندنا في الدار. حتى انا مانيش لاقي كاع روحي، ما على باليش كاع شراني ندير هنايا. في حياتي ما خدمتش عند الغاشي انا. دوك تشوف مون بير كيولي يعرفك مليح حاجه ما تخصك معاه. فهمت علي فيا غايه حاجه ما تخصنيش. علاك بعيد عليا ولا راكي حشمانه تعنقيني في داركم؟ Mama! 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 Mama!
جي ولدي خالد ويا عشايدين، هيا خرج عليا برا، اخرج برا، اخرج برا عليا، هاكا تضربي بنتي في داري، يا ولد القلايلي، ما تحشمش، بالصحة هي فيك، ها هي فيك جي ولدي خالد ويخلص الدار، ما تحشمش، برا، اخرج، 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 اخرج. كيراك خالد؟ شايفين؟ ترفدي دق على اختي. والله العظيم براس بويا هي اللي بدات وعضتني، تحب نرولك كتافي؟ اضربها، نسيت روحك، صب عيني محيك. سامحني خالد، والله سامحني، ها سلم على راسك. هيا صح، راني وجدت روح انا وياك نسلمها على راسها ورجليها. وهي اول حاجه صاي علي حقنا نطرق بالله. صاي خالد رحم بوك سيد، فهمني يا اخي، احنا رجال المعيشة معها خلاص ولات صعيبة، حتى راجل ما يقدلها. عييت انا، عييت مريت ما نسواش قدامها، ما على بلاش بيها الا كان ولا ما كانش. بركات ما قدرتش، ما على باليش قادر ندير معها. تضربها في طوح، تديها عند طبيب داويها، تديها تحوس تقلع على خطرها. تضربها ما تدير انت لمرتك، ماشي كيف كيف. انا مرتي ماشي معيشتني، ماشي دارت لي اللوطو ودارت لي دار ودارت لي دراهم في البنكة، ماشي كيف كيف. بصح دارت لي كلش، كتر من الدار واللوطو والدراهم، جبت لك دراري عرفتين اسمك ورفع لك راسك قدام الرجال. تضربني صح، عندك الحق، انا اللي بغيتها، انا اللي ما تصدري الضربه تجي فيا وما تجيش فيك، يكملوا نخدم معاك ما سويتش دار كيما الناس ودوك تضربني. شوف من اليوم غادي تنساني وتنسى اختي. ما نعرف اللي تريحوا صحاب مر البيع، بصح انا عارف باللي كات كات
ما يحبش يخسر. حتى انا ما تنبغيش نخسر. هاد البيعه كاع ربحوا فيها. حنا دابا تنهضروا على البيع والشراء وانا باقي ما شفتش السلعه. شوفهم في وقتها. كدير هذا ضيفنا معليش الا خليته يشوف. بعت له تصور شافهم ديجا. قادر اسمح لي ما تنتقش في التصور. هم الغزالات الدياولي نسيت تعرفت على وقت مرفع بزاف مرفع على علي مرفع على خالد مرفع عليهم كاع شي علامه شي راجل هذا الشيء ما يهمكش تيا المهم مرفع وصاي واحد هاير زيد هاير بصح مازال ما جابتهاش امه اللي طيح لي بقدري فهمت لا قدرك عمرها ما طاح عندي بصح الشي اللي درتيه فيا تنسيش بلي الدنيا تدور تجي ليك مساء الخير عليكم سمحوا لنا بصح راحت لنا حاجه دو فالور ويزم تتفتشوا كاع اونكور اون فوا ديزولي يتفتشوا كاع علاش واش كاين باقا لي يتفتشو كاع انا تاني واقيلا راك حاب يقطعوا لك يدك قدامي نجي معاك لا لا معليش معليش بعدين تا يوسف دخل لداري وسرقني خليها ليا امسحها فيها هاد المرة انا ندبر راسي معها ما نحبش نسمح حتى واحد يهضر عليها قلتلك امسحها عليا وانا ندبر راسي معها انا دوك نستكلف بها
طير وبوزي في بوب سيرة. انت حضرت وانا سمعت. داكور. صح. على حساب مالك خطنا تسكن هنا. هاي الخطرة تعب الصح. لما نزلت كونفيرميت واسمها يسرى مزوجة مع واحد اسمه حاكم عاقل هكذا شغلتي. هيك نديرو روحو في رحبة ولا روح وحدي؟ اصبر اصبر. وينك حاب تروح عندها؟ تقولها بلي احنا خوتك. راني خرجت. شنو نقراو هي يرى؟ اصبر اصبر اصبر. عندها بنت. اين نهضرو معاها؟ اصبر اصبر. شكون نهضروش؟ شيرة راها هانية. خليها راه لاباس عليها. أنا عاد خارج مشكلة كبيرة. الناس اللي قربنا لهم شي ساهلين. راني خايف يكون يعرفون بلي هادي هي أختنا كاش ما يديروا لها. خليها راه بعيد. خليها بعيد على المشاكل. تسمع حياتك كاملة وتجري من وراها هذا الوقت تلاقينا بها ماكش باغي تهضر معاها؟ صح عنده الحق. أنا تبان لي عنده الحق خليها بعيدة على المشاكل. نقول لك بلي ما كنتش نبغيك. تسمعني نكذب عليك. نقولك بلي دروك ما رانيش نبغيك. راني نكذب عليك. بصح صاي قلبي يخلي عندك نحنطو بسميتك. نهار تسمح لي تعرف وين تلقاني؟ الله في روحك. أنا ما غاديش نقعدو في الحومة. اوكي صح جمون اوكيب. اوكي الله يعاونك. ياكي هاد لي ديامو خليهم عندك انت. اش باغي يخليهم في الدار؟ بطون لي كونفيرمي لي كونتاكت تاعي تاع دبي باش راح نبيعهم لها. ما تخافش نسرقهم. امني دروك والله ما على بالي لا بديامو لا بدراهم. كيش تخاوتي كاع معايا هذاك هو الصح. سيتو بيرد بالك على روحك. ما تخافيش صافي. لك حاجة بلك كنا كاع في الطابلة مع بعض قلت لكم غير ما راهي معانا بغيت هكا ما تشوف تشوف زين وتشوف يحيى بغيت هكا تشوف كتي تاني. ما تخافيش عليا يا ما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا ما نتهلا في خطي صغار.
تخافيش عليا هما، يبقى راسي مرفوع مهما صار، وكيما وصيتيني هما نتهما في خاوتي صغار. في دار وحدنا متنا أنا وخوتي عايشين فيها، وكي رحتي شحال تعذبنا يما، وكل راح يما في جهة. الناس تلغوني بالليتين، عايش مقهور بهذه الكلمة. من اللي رحت يا أما فاتوا لي أم حين كبار، الرقدي هانية يا أما وليدك ولد حنان وصبان. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا عجائن بن حمادي. موضوع تتمنى لكم سهرة ممتعة. Votre envol.